للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية دور في المجتمع. شباب وشابات يسعون إلى تحقيق طموحاتهم وتنزيل مشاريعهم المهنية على أرض الواقع. بالجمعية المغربية لدعم ذوي التثلث الصبغي بمدينة الرباط تنشط مجموعة من الفتيان والفتيات في مهن الطبخ والخدمات المتعلقة بمجال المطعم تحت إشراف متخصصين في المجال. مطير كبير بحدو مطير صغير بحديثو تريد بك لأنه مختمنا تنوك تنوخن معهم تنوك مجهود يالو دوست كوزينة مزيان كوكي بيها مزيان بزاف تحويه تعلم بزاف تحويه كي نشوف كي حاجة كنت تعلم لها وهدي وتقا وهدي يمكن تقا عمشي فرنسا كونكور دوست فرنسا 2015 يسان برمير الان الاول في الكونكور عاوني زائزة كبيرة كورة ديال الطبخ ديما كسكس بالحوت. شابات وشباب في مقتبل العمر ينشطون في مجالات الطبخ وإعداد الحلويات فضلا عن التعامل مع الزبناء الذين يأتون باستمرار إلى المطعم النموذجي بالجمعية. بالرغم من إعاقتهم الذهنية تمكن هؤلاء الشابات والشباب من الاندماج في سوق الشغل والتعامل مع الآخرين تجاريا، كما أنهم مفتخرين بأنفسهم كونهم أصبحوا ناشطين وفاعلين في المجتمع. كنحاول نأطرهم يعني فورماسيون عادي جدا يعني كوم لي زوتر، كنحاول نفسر لهم العمل اليومي اللي كيمكن لينا نقولوا فيه نشتغلوا فيه الاشياء اللي يمكن لهم يشتغلوا عليها يوميا. كل واحد كيتخصص باشياء اللي تيميل ليها بيان سور، ماشي كنفرضوا عليهم كنشوفوا الميول ديالهم حيت ممكن ما يبغيوش ورشه الطبخ كنشوفوا لهم ورشه اخرى. الاعاقه لا يمكن ان تكون حاجزا امام هؤلاء الاشخاص حيث استطاعوا تحقيق ذواتهم والاعتماد والثقه في قدراتهم الذاتيه، فالاندماج الاجتماعي والاقتصادي هو الهدف بغيه تحقيق الاستقلاليه الماديه لهذه الفئه داخل أوساط مهنية ملائمة.